السلام عليكم ورحمة الله. قتلت طفلة وأصيب 10 آخرون بينهم عسكريان نتيجة وقوع اشتباكات بمحيط مقر كتيبة شهداء سبها جنوب المدينة. وأفاد المركز الطبي سبها بوصول 10 جرحى كحصيلة أولية لاشتباكات الثلاثاء، إضافة إلى جثة الطفلة التي فارقت الحياة نتيجة إصابتها بعدة شظايا. من جهته أكد مصدر باللواء السادس تسجيل 7 جرحى في صفوف عناصر الكتيبة 205 دبابات والتابعة للواء، تتراوح إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة. أكدت مصادر في مدينة بنغازي بأن مسلحين بميليشيا الصاعقة أغلقوا عددا من المفترقات الرئيسية بالمدينة وجزر الدوران وأحرقوا الإطارات على خلفية مطالبات بإطلاق سراح المدعو محمود الورفلي والمحتجز في أحد السجون التابعة لميليشيات حفتر. هذا وأغلق المحتجون مفترق منطقة المساكن الرابط بين طريق المطار وبقية أحياء المدينة من ناحيتها الجنوبية. كما شهدت المدينة ليلة الاثنين انقطاع تاما لشبكات الاتصال لأكثر من 10 ساعات. اغتيل الاثنين في مدينة مصراتة اثنان من قادة عملية البنيان المرصوص برصاص مجهولين. وذكر شهود عيان أن سيارة توقفت وأطلقت وابلا من الرصاص باتجاه علي إبراهيم فكرون وأبو بكر عبد الله كاظم أمام أحد محلات الطريق الدائري في منطقة السكرات وأردتهم قتلى. تقدم مجلس حكماء وأعيان تاجورا بدعوى لمكتب النائب العام ضد اتفاق الصخرات ومخرجاته. وتضمنت رسالة حكماء تاجورا التي نشرت على صفحة المجلس بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شكوى ضد أعضاء بمجلس النواب المنحل والمؤتمر الوطني العام وآخرين مستقلين ممن وقعوا على اتفاق الصخرات. وطالب مجلس حكماء وأعيان تاجورا مكتب النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التصرفات المستندة على اتفاق الصخرات وغلي يد الأجسام المنبثقة عنه إلى حين البت في الموضوع على حد تعبيره. أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا أوضحت فيه حجم الخسائر المادية التي لحقت بالقطاع نتيجة الإغلاق المتعمد الذي تعرض له حقل الشرارة النفطية الأحد. وبلغ حجم الخسائر المادية التي تكبدتها المؤسسة نتيجة توقف العمل بحقل الشرارة 30 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى تسجيلها فاقدا بالإنتاج قارب النصف مليون برميل. وأكدت المؤسسة في بيانها أنها ستلجأ للقضاء لمحاسبة من كان السبب وراء توقف العمل بالحقل لأكثر من 24 ساعة. السلام عليكم ورحمة الله.